من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ إني بخبر كباسي إني نتيما ما أعرف كتوحيد كلامه برمجزة هي أنا عدراني نسيني بيتمن أوقف أوقف كيف أفهم؟ نعم لأنه حق الله على العبيد حق الله على العبيد لأنه توحيد حق ربي جبروت الراكب وخنابي نعم خلقنا لنوحد الله وأمك زينت من ترجع لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد ربي دلقات كل عبادة أملي توحيد أملي براهي كيبلو لا يدخل جنة إلا موحد نعم توحيدك أو مالين من جنة سيبو ينجيهو سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب شفاعنا في مؤمن نباتا تكثير الحسنات تكثير السيئات سببا خير إنما يتمي فمو سببا أكس مدري إنما رأت فموتها ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع مثلا أما أدخل رجل تنمتك بيخ إيواس قابتها جن يقول لك هل أنت موحد أنت موحد أنا متك بيخ إيواس إنتي ماذا تقول ما هي التامين التمين تقول نعم أنا موحد إيه عشان كنك وموحد اللي في جبتوك إنك ومشرك أنا مدري إنجيه يقول لك سيدي يا أخي ما هذا التوحيد؟ توحيدكم ما الذي بقات موحد إلهي؟ إذا قلت لا أدري معنى هذا أنك كاذب. يعني معنى توحيد بوجود موحد إلهي في جبتوك كيس كذبته ولبيته لخدمته. وقد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ أنت مشرك أجيرا من يوم القيامة. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. أعوذ بالله مشركا بتفيد الدنيا. يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ هيا قايقة كسته شركين أم شركين من جدي شركين ممال من التفين عشر رئيسين جاء والذي تتبرأ من ما هو؟ شركين أجل أقول كل ويبتعني أقول كل اللي من جدي أقول مال التفين إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري إيه شركين بين الموات ودون بين التشركين كسبون كهم مالوي إذن أهم علم وأوجب الواجبات أول علم لابد نشتغل به هو علم التوحيد. الرد على علمي الرياض سان علمي خلود يتشاغلون في سكنة علم التوحيد دور بدانا. وأعظم المحرمات الشرك لابد نحذر منه. الرحمن الرأنا وربنا رب إيتيس شركنا الر إجتوكنا في سكنة. إذن هذا هو السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ كانوا ما أقولها بكل دخل دراء ودرس إجابة مالك توحيدك على أنا مالك على أنا